السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس العاشر من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وانتهى بنا المقام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر مودة أعداء الله. قال رحمه الله: باب ذكر مودة أعداء الله، وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقوله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تميلوا كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، أخرجاه. سبق وأن بين المصنف رحمه الله تعالى حكم العداوة والبغضاء للمؤمنين، وبين آنذاك أنها من كبائر الذنوب. وقد بينا أيها الإخوة أن العداوة والبغضاء للمؤمنين إنما تكون كبيرة من كبائر الذنوب إذا كانت عامة، فإذا أبغض المسلم عموم المؤمنين وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وأما إذا أبغض بعض أفراد المؤمنين فإنه لا يكون بذلك واقع في هذه الكبيرة. كما بينا آنذاك أن المسلم الفاسق يحب على قدر ما فيه من الإسلام والإيمان، ويبغض على قدر ما فيه من الفسق والعصيان. وفي هذا الباب بين المصنف رحمه الله تعالى حكم مودة الكافرين وأنها من كبائر الذنوب على عكس مودة المؤمنين، وساق تحت هذا الباب قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آخر هذه الآية. وهذه الآية قيل أنها نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه حينما قتل أباه الذي كان مع المشركين في غزوة بدر، فلم تحمله الأبوة على تقديمه لأبيه على أمر دينه، فنزلت هذه الآية. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، فيها بيان أن من آثر هذه المحبوبات على مولاه فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك فسق قادح في الإيمان. فإذا أحب المسلم الكافرين ولو كان أبا أو ابنا أو أخا أو زوجة أو قريبا فإنه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وأما الآية الثالثة وهي قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، قال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تميلوا كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة،
فهذه الآية فيها بيان أن من مودتهم الركون إلى أفعالهم الدينية أو الركون إلى ما نهت عنه شريعتنا. وسيأتي معنا بيان معنى الركون. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما لا تميل كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة، تنبيه منه رضي الله عنه إلى قول الله تعالى في سورة آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذه الآية فيها بيان لتحريم مودة الكافرين، إلا أن نتقي منهم تقاه. ما هي تلك التقاه؟ سيأتي بيانها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثر ابن مسعود عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب، فإذا أحب المرء المؤمنين كان معهم في الدنيا والآخرة، وإذا أحب الكافرين كان معهم وحشر معهم في الآخرة. المودة أيها الإخوة للكافرين إنما تحرم إذا كانت قلبية، إذا كانت قلبية وظهرت تلك المودة على أفعالنا الظاهرية. فقول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، هل المودة تكون بغير القلب؟ تكون ابتداء بالقلب ثم تظهر على الجوارح، أليس كذلك؟ وقول الله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، الركون هو الميل القلبي، أليس كذلك؟ فالذي يحرم علينا أيها الإخوة الركون القلبي والمحبة القلبية، ولا يحرم علينا المعاملة الدنيوية فيما أباح الله تبارك وتعالى لنا. فمحبة الكافرين لأجل دينهم أمر منهي عنه، وميول القلب إليهم أمر منهي عنه، وموافقتنا لشعائرهم أمر منهي عنه، لكن معاملتهم الدنيوية أمر مباح ولا بأس به. ومن أوضح ما يبين لك ذلك سورة ممتحنة، حينما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم تسرون إليهم بالمودة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. هذه السورة أيها الإخوة تبين لنا حرمة مودة الكافرين. ثم بين الله تبارك وتعالى في وسط هذه السورة أن المنهي عنه إنما هو الميول القلبي لهم، وبين لنا أن معاملتهم بالعدل والقسط أمر مأمور به شرعا، فقال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهاتين الآيتين بينتا أن المحرم على المسلم الميول القلبي إلى الكافرين والمحبة القلبية للكافرين وموافقتهم في شعائرهم، ولا يحرم علينا معاملتهم المعاملة الدنيوية، ولا يحرم علينا معاملتهم بالمثل من جهة البر، ولا يحرم علينا أيضا العدل معهم والقسط، وإنما إذا خرج ذلك إلى حد المداهنة التي فيها ميول قلبي وتنازل عن شعائرنا وفيها مدارات لهم فوق الحد اللازم فإن ذلك محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. ومن قبيل ذلك قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
فهذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما تلفظ بسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتخلص من تعذيب الكافرين مع اطمئنان قلبه بالإيمان. وبهذا نعلم أيها الإخوة أن ما يحرم علينا ويكون من كبائر الذنوب إنما هو الميول القلبي والمحبة القلبية للكافرين وموافقتهم في شعائر دينهم والتنازل عن أمر ديننا بلا حاجة ولا ضرورة ولا تقات منهم وبغير مداهنة وإنما تكون المداراة هي الجائزة. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى باب ذكر قسوة القلب، فقال: باب ذكر قسوة القلب وقول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه الآية، وقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وعن ابن عمرو مرفوعا: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، رواه أحمد. وللترمذي عنه مرفوعا: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. ولهما عن جرير رضي الله عنه مرفوعا: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله أخرجاه. ثم بين بعد ذلك باب ذكر ضعف القلب، فقال: باب ذكر ضعف القلب وقول الله تعالى: وربطنا على قلوبهم، وقوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقوله: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولهما عن ابن عمرو مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذين البابين أن اتخاذ الوسائل المؤدية إلى قسوة القلب من كبائر الذنوب، وأن اتخاذ الوسائل المؤدية إلى ضعف القلب من كبائر الذنوب، وأن قسوة القلب وضعف القلب يجران إلى المهالك، فقسوة القلب قد تجر إلى الكفر، وكذلك ضعف القلب قد يجر إلى الكفر، ولا شك أن اتخاذ هذه الأسباب المؤدية إلى ذلك من كبائر الذنوب. وساق المصنف رحمه الله تعالى تحت هذين البابين أدلة كثيرة، فقال: وقول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. فبين ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أن قسوة القلب إنما وقعت عليهم بسبب نقضهم الميثاق وتحريفهم الكلم عن مواضعه، وبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية كيف أنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه. فإذا اتخذ المسلم أسباب قسوة القلب فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وكان جزاؤه أن يقسو قلبه. وقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، كما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية الأولى قسوة القلب، وجاء في آية أخرى بيان أن قسوة القلب لا حد لها: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أليس كذلك؟ بيّن في هذه الآية الأسباب الموجبة للين القلب، فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، مثاني أي مكرر، يكرر الله تبارك وتعالى فيه القصص والمواعظ والأحكام تكريرا حسنا لائقا يجذب القارئ، لا تكريرا مملا، أليس كذلك؟ لا تكرارا مملا. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذه الآية بيّنت أسباب لين القلب، وهي ذكر الله تبارك وتعالى وكثرة تلاوة القرآن، والله جل وعلا بيّن ذلك في آية أخرى فقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان الجبل يخشع إذا سمع القرآن فما بالنا نحن البشر.
والآية الثالثة وهي قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فيها العتب على المؤمنين لإهمالهم ذلك إذ لا يزيدهم القرآن والذكر إلا وجلا من الله تعالى. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الغفلة عن الذكر وعن القرآن تؤدي إلى قسوة القلب، وأن في ذلك شبه من أهل الكتاب. قال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وأما الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، فهذا الأثر أخرجه أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وقوله ويل لأقماع القول، القمع الذي يوضع على فم الإناء ليصب من خلاله السوائل، وهذا القمع تثبت فيه السوائل أو تمر مرورا سريعا، تمر مرورا سريعا، وفي ذلك تشبيه إلى أن كثيرا من الناس إنما تمر عليه الآيات والأذكار مرورا سريعا لا يتأثر بها. فويل لهؤلاء، الواجب أن تقرأ القرآن بتتبر وأن تتأثر به، وكذلك إذا ذكرت الله تبارك وتعالى أن تذكره بقلب خاشع حاضر. وبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث، في سبب بيانه لهذا الحديث، أن من اتصف بهذه الصفات من الرحمة والمغفرة للعباد، ومن كان قلبه حاضرا عند ذكر الله وتلاوة القرآن، أنه يلين قلبه. ولذلك جاء في الحديث الذي بعده: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وأن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي يليه، باب ضعف القلب، الآثار التي تدل على أن من أهم ما ينبغي على العبد العناية به ثبات قلبه. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم، في قصة أصحاب الكهف. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهؤلاء أيها الإخوة هم المسلمون، لكن ليسوا المؤمنين. فإن المؤمنين الذين ثبت الإيمان في قلوبهم وقوي اليقين في قلوبهم لا تهزهم الفتن، وإنما الذين تهزهم الفتن هم المسلمون. قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولذلك في الآية الأخرى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فيها بيان أن كثيرا من المسلمين إذا تعرضوا لهذه الفتن لم يثبتوا. والفرق بين المسلمين والمؤمنين إنما يرى عند الامتحان. ولذلك ساق المصنف هذه الآيات لبيان أن اتخاذ العبد لأسباب قوة القلب مما يجب، قوة القلب بقوة الإيمان، وأن ابتعاده عما يضعف القلب مما يجب أيضا. ومن الآيات العظيمة الدالة على وقوع الامتحان لتمييز الفريقين قول الله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فلله في ذلك الحكمة البالغة، لكنها خافية عن العباد، وستتجلى لهم حين ينقضي الامتحان ويتميز الفريقين. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث الأخير في هذا الباب، وهو: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولعل سياق المصنف لهذا الحديث في هذا الباب لبيان أن من أعظم ما يميز المؤمن القوي سلامة صدره ولسانه ويده عن المؤمنين، بخلاف من كان ضعيف القلب واليقين تجده دائما يتعجل هذه الأمور فيؤذي من حوله. وهذه من سمات المؤمنين الثابتين في يقينهم وإيمانهم البارزة دون المسلمين. واعلموا أيها الأخوة أن من أهم ما ينبغي على العبد أن يعتني به قلبه، فإننا في
ذكر هذين البابين ختمنا أبواب كبائر القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فينبغي على العبد أن يعتني بصلاح قلبه وأن يبعده عن القسوة والضعف باتخاذ الأسباب المؤدية إلى لين القلب والثبات واليقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه لذلك وقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.